هل تفوق النفط على حقوق الإنسان؟ البيت الأبيض أخطأ في تقديره للقاء بايدن الأول مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فقبل مغادرة طائرة بايدن واشنطن صرحت الإدارة بأن بايدن سيتجنب الاتصال الجسدي مع بن سلمان ولن يصافحه بسبب ارتفاع عدد حالات وباء كوفيد، وهي خطوة اعتقد مراقبون أنها ستسمح له بتجنب خلق صورة غير مريحة مع الوريث القوي للعرش السعودي. لكن صورة الزعيمين يميلان إلى بعضهما البعض، والابتسامات المترددة على وجهيهما وهما يتصافحان بقبضتيهما بدت أكثر استرخاء وإلفة مما كان يقصده الرئيس الأمريكي على الأرجح. وقد أثار التصحيح الذي أجراه البيت الأبيض على النص حول ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي ضجة كبيرة. ويأتي ذلك بعد أن تراجع البيت الأبيض عن تصريح الرئيس جو بايدن حول ما قاله للأمير محمد بن سلمان بشأن قضية خاشقجي خلال قمة جدة مؤخراً، حيث أن بايدن رد بلا على سؤال وجه له عن ما إذا كان الوزير السعودي عادل الجبير يقول الحقيقة حين قال إنه لم يسمع بايدن يتهم ولي العهد بقتل خاشقجي. وقام البيت الأبيض رسميا بتصحيح التصريح، حيث جاء التعديل الجديد متوافقا مع رواية الجانب السعودي على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، الذي قال إن بايدن لم يثر أمام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان موضوع مسؤوليته عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وبين التصحيح حذف البيت الأبيض الكلمة التي تشير إلى أن بايدن تحدث عن مسؤولية محمد بن سلمان الشخصية عن جريمة مقتل خاشقجي، واستبدلها بعبارة كنت أظنك مسؤولا عنها. وقد تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا التصحيح، حيث قال الكاتب السعودي إدريس الإدريس: البيت الأبيض يتراجع عن تكذيب كلام الجبير ويقر بما ذكره في اللقاء عن حوار بايدن والأمير محمد بن سلمان حول جريمة خاشقجي. فهل هي مغامرة لبايدن بالعودة إلى رمال الشرق الأوسط المتحركة، أم أنها خطوة محسوبة؟ أم أنه النفط الذي تفوق على حقوق الإنسان ودماء الضحايا؟